صباح جديد ومشرق على كل مشاهديني في برنامج نعم أستطيع، الحلقة 219 من الموسم 19. النهاردة معنا بنوتة بورسعيدية أو من بورسعيد، موهوبة جدا وسنها صغير قوي، بس نقدر نقول إنها عندها مواهب كتير قوي أو كوكتيل مواهب. بترسم، بتمثل، بتعزف، كمان بتلعب جمباز. كافحت واجتهدت كتير قوي عشان تقدر تحقق هدفها وطموحها في المجال اللي هي بتحبه. هي طبعا بتحب الشعر، تمام. كمان هي ان شاء الله مشروع كاتبة وشاعرة كبيرة ان شاء الله. تعالوا بينا نتعرف اكتر على ضيفتي النهارده، نادرة وجيه. ازيك يا نادرة؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. صباحك ورد. صباحك فل. طيب يا نادرة، كلميني اكتر عن نفسك وكلمي كمان المشاهدين، يعني قولي لي نادرة في كم سطر او في سطور بسيط. انا نادرة وجيه، عندي 20 سنة، بدرس في خدمة اجتماعية من المنصورة، لكن مقيمة حاليا في بورسعيد. بدأت ان انا اكتب الشعر وحبيت المجال. في كذا مجال انا بحب اتعلم وبحب اجرب كل حاجة، بس انا حبيت الشعر اكتر. مجال الشعر لقيت نفسي فيه، حبيت ان انا اوصل للمكانة ديت وان انا اوصل لحلمي، وان شاء الله اوصل باذن الله. ان شاء الله هتوصلي يا نادرة، وبالتوفيق. طب يا نادرة، انت بدأتي ازاي؟ يعني امتى حسيتي انك هتبدأي خلاص في حلمك او بتسعي له؟ بدأتي ازاي؟ انا اصلا بدأت اكتب، انا بكتب من زمان، بس اللي هو انا كنت بكتب في ورق، ما كنتش مهتمه بالمجال، بس كنت بستخدم الكتابه اللي هي مجال. كان سنك اصغر من كده كمان؟ كان سني اصغر من كده. كنت بكتب في ورق اللي هو كان مجال للفضفضه، ان انا اطلع اللي جوايا مثلا في الورق. كنت اكتب وبعد كده اقطع الورقه وارميها، ما كنتش مهتمه. بس بعد كده بدا اهلي واصحابي وعيلتي بداوا يشجعوني، شافوا الكتابه اللي انا بكتبها والحاجات اللي انا بكتبها، بداوا يشجعوني. والحمد لله اول حاجه بدات ان انا اعملها في عيد الام، حبيت اعمل مفاجاه لامي، حبيت ان انا اعمل لهم مفاجاه، فبدات ان انا القي، اتدربت ولقيت ولقيت نفسي. طب الحمد لله. طب سمعينا يلا. تمام. سمعين. النهاردة هو عيدك يا أمي، وماليش في الدنيا غيرك وغير حبك اللي بيجري جوا دمي. ده أنا لو كتبت في وصفك مش هيكفي بحور الحب يا قلمي. هفضل فاكرة يا أمي كل يوم كنت تشيلي فيه همي، هفضل فاكرة يا أمي كل يوم كنت تشيلي فيه همي. لما تشوفي كل دمعة تنزل من عيني وتزعلي على زعلي، لما تشوفي كل دمعة تنزل من عيني وتزعلي على زعلي، وترفعي إيدك وتصلي وتدعي، تدعي باني يشيل عني ندمي، وتسيبي كل حاجه وتقعدي جنبي تخففي عني ندمي، تسيبي كل حاجه وتقعدي جنبي تخففي عني ندمي. وفي شدتي بنسيانك حزنك يا امي لما تشوفي ضحكي، بشدتي يا امي لما تشوفي ضحكي وتنزي حزنك. ده انا اقول مهما اقول فيكي يا امي مش هيكفيكي وصفي، مهما اقول فيكي يا امي مش هيكفيكي وصفي. دي حاجه منها. انا كمان ملاحظه انك الاداء مع تعبير الوش ماشي مع الكلمات قوي، بتطلعيه من جواكي جدا. برافو عليكي بجد. يعني انا شايفه انك ان شاء الله هتبقي مشروع شاعره كبيره ان شاء الله في المستقبل. انا وخليكي وكملي. طيب يا نادره، انت كتبتي كام قصيده لحد دلوقتي؟ هو انا يعني بكتب اللي هو كتبت كتير، اللي هو كل فتره بكتب حاجه، مثلا احب اكتب عن مجال معين. كتبت كتير، بس ايه اللي انا عملته واللي هو انا بدات ان انا اهتم بالمجال وانزل على اليوتيوب او انزل على شفت انا اليوتيوب بتاعك. بدات انزل قريب، فلحد دلوقتي يعني نزلت حاجات حلقه، يعني اشعار معينه، قصايد معينه. كتبت في عن الحب، كتبت عن الحزن، كتبت عن الشهداء. بس يعني حبيت المجال، بس انا بلاقي نفسي عشان عشت تجارب في حياتي اثرت فيا، فانا كنت متجهه اكتر للحزن. يعني انت بتكتبي لما بتحسي انك عايزه تعبري عن مشاعر، اعبر عن حاجه جوايا، سواء فرح، حزن، اي شيء، او اعبر عن حاجه الواقع، يعني عايشه في الواقع، يعني حاجه كلنا حاسين بيها. يعني مثلا لو صاحبتك عندها مشكله او عايشه قصه مثلا حزينه، قصه حب،
قصة فراق، أي قصة ممكن تكتبي عنها؟ بكتب، واللي هو مثلا في مشكلة شايفاها بكتب عنها، في حاجة كلنا حاسين بيها، مشكلة مثلا حزن، فراق، كسرة قلب، كل حاجة من دي. يعني تتكلمي عن نفسك وعن الكل، بس اللي هو حاجة عايشة كلنا حاسين بيها، مش حاجة مثلا مش مشكلة حصلت لك اتكلم عنها، لا اتكلم عن مشكلة او حاجة يعني احنا كلنا حاسين بيها. طيب انهي قصيدة بتحسيها قوي انها بتعبر عنك، عن نادرة؟ قصيدة ناديتك يا ربي، دي برضو كانت من اول القصائد اللي كتبتها الحزينة، كتبتها عشان اللي هو كنت بحسها كنت بحسها اللي هي بتعبر عني، وبتعبر برضو عن يعني عن ناس كتير حواليا وشفتها في ناس كتير. بتحسسك بالطمأنينة يعني انك بتقربي من رقم. طب نسمع بقى، سامعيني سامعك حاجة بسيطة منها. ماشي، اتفضلي اتفضلي. ناديتك يا رب وزاد ندائي بقلب مكسور، دعيتك في كل صلاتي تخلي الحزن مستور، دعيتك في كل صلاتي تخلي الحزن مستور، فضلت في الحزن ايام وسنين وشهور، وفي الاخر جاي يكلمني متجسد في شخص مغرور، جاي يعاتبني، جاي يمثل انه زعلان، هو مين اللي يزعل؟ مين اللي الهموم يحمل؟ مين يكسر مين يتقل؟ اللي بيحب بيحارب عشان الحب يكمل، اللي بيحب بيحارب عشان الحب يكمل، اتعاملت وكأنك عاوز الموضوع يصعب مش يسهل، وانا اللي استحملت عشان جنبي تفضل، استحملت منك كل الردود، اتعديت عشانك كل الحدود، وفي الاخر جاي تكلمني متجسد في شخص مغرور، استحملت كتير وتعديت كتير واستحملت منك ردود كتير، في الاخر جاي تقولي اتغيرتي وبكل برود، اتغيرتي وبكل برود، مشيت وكل ما ادخل في طريق لحياتي الاقيه مسدود، مشيت وكل ما ادخل في طريق لحياتي الاقيه مسدود، وبعد ما كسرتيني جاي تقولي اسف وتوعدني بكتير من الموعود، جاي تقولي اسف وتوعدني بكتير من الموعود. شكرا. طب يا نادرة، دي قصة يعني دي قصة لحد ولا دي ليكي ولا دي قصة انت كاتباها من وحي الخيال؟ لا، مش من وحي الخيال، اللي مش من وحي الخيال. الموضوع ان انا عشت تجربة اثرت فيا، وتقريبا اللي انا بحب يعني. قصة حب. بس انت صغيرة قوي يا نادرة. هي مش بالسن ومش بالعمر ومش بالمقابلات الكتير ولا الكلام دوت، بس هي القصة بس اللي هي روحنا اتصلت ببعض، وبعد كده الموضوع انتهى، وحبيت ان انا اكتب كفضفضه، كتبت اللي جوايا وبرده اللي حسيته مع ناس كتيره، ونفس كل اللي حصل ونفس كل الردود ونفس كل الافعال ونفس كل اللي احنا بنحسه وكل اللي تعبنا وكل اللي دلوقتي معانا مداخله من عبير وجيه. الو الو، صباح الخير. صباح النور. الو الو، معاك يا عبير، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذة رنا؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي. اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير يا رب تكوني بخير. الحمد لله تمام. نادرة يا حبيبتي، ايه القمر ده من ورا الشاشة؟ لميل يا بيرو. ممكن نسمع يعني انوطي شوية التلفزيون ونسمع من التليفون عشان في صدى صوت، اتفضلي. ايه رايك النهارده؟ كلنا قاعدين بنسمعك دلوقتي مش مصدقين، ما شاء الله عليكي، ربنا يبارك لك ويوفقك يا رب في حياتك ويسعدك ويسهل عليكي كل صعب. ربنا يخليك يا عبير، فرحت بسمع صوتك ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، شكرا. شكرا شكرا عبير وجيه، شكرا شكرا. كملي عن قصه الحب. حسيت بقى ان انا اكتب، لما اكتب الموضوع دوت اللي حسيته في ناس كتيرة، يعني لاحظته نفس الافعال ونفس الردود بين كل اتنين، يعني مش كله، اللي هو اغلبية الناس الفراق يعني الفراق، ونفس الاحساس، ومثلا نفس ناس كتيرة قوي مثلا بيجوا يتكلموا نفس الحاجة ويقولوا اتغيرتي، واللي هو بالاسلوب ده في البدايه شكله وفي النهايه شكل تاني خالص. نفس النظام. طب هو ليه دايما يا نادرة اللي انا لاحظته ان كل القصايد بتاعتك كلها حزينه؟ ليه؟
ما هو عشان مع ان انا شايفاكي انك روحك مرحة، يعني انا شايفة ان روحك مرحة، يعني بنوتة لذيذة. احنا دايما ناس يعني كلنا بيكون جوانا حاسين جوانا حاجة معينة، بس من برانا بنتعامل بالطبيعة اللي هو الروح بقى والضحك والهزار. ما ينفعش ان احنا نأثر يعني على اللي حوالينا باللي احنا متأثرين بيه جوانا. هو انا اعرف كمان ان معظم الشعراء بيبقوا واخدين الطابع الحزين اكتر. لان مين صحيح في الشعراء؟ قديم جديد اي حاجة؟ طبعا بحب في الجديد استاذ هشام الجخ، لان انا متابعاه، انا متابعاه وبحبه جدا وبحب قصايده. في القديم بقى يعني بسمع يعني اللي هو كتير اللي هو في المدارس القديمه والادب والكلام ده، انا يعني متابعه الحاجات دي وبحبها، زي مثلا كتير. بس بتحبي اكتر استاذ هشام لانه قريب من الشعر بتاعك، الشعر اللي هو عام بتاعك. يعني انا بحب برضو متابعه اللي هو المدارس الادبيه القديمه والاشعار القديمه والقصايد. طب حافظه اشعار قديمه ولا صعبه عليكي؟ لا مش حافظه. ما انت واخده الطابع بتاعنا، اللي انت بتتكلمي بنفس كلامنا بنفس اللهجه بتاعتنا. اللي هو عاميه وبيوصل اكتر. انا كنت الاول بكتب برضو باللي هو باللغه اللغه العربيه الفصحى، بس كتابه ما مش القاء. بس انا حبيت العاميه اكتر، حبيت العاميه اكتر في الالقاء والشعر، واللي هو بحس ان احنا عشان اللي يسمعني يحس ان احنا بنتكلم مع بعض، واللي هو اللي بيقول كده فاهماني تشبهنا يعني. يعني انت اخترتي شيء بيشبه الناس اللي انت عايشه معاهم. طب يا نادرة انت بترسمي بقى ايه؟ عايزه اعرف قولي لي بقى، بترسمي وبتعزفي؟ طب بتعزفي ايه؟ بترسمي ايه؟ بتلعبي جمباز من امتى ولا لسه ولا خلاص؟ عايزه اعرف عنك اكتر. لا انا برسم، اللي هو برسم كل حاجه، برسم مثلا اشجار، برسم حاجات في الطبيعه، مثلا برسم اشخاص طبيعيه. برسم اشخاص و برسم يعني برسم اللي هو الرسم العادي، حاجات طبيعيه او اشخاص، رسومات كرتونيه، حاجات زي كده. بعزف، بحب العزف على الجيتار، ده حلمي برضو من احلامي ان انا برضو اكون عازفه. بتعزفي حاجات ليكي ولا لا؟ عامه اللي هو عزف الجيتار، الالحان المشهوره وكده، ومثلا اجيب اغنيه شغاله مثلا، بحب كده. والجمباز حبيت الطريق دوت، حبيت اتعلم. بدات رشيقه اصلا ما شاء الله عليكي. بدات الموضوع مني، بدات اتابع على النت وبعد كده الحمد لله. طيب دلوقتي هقطع كلامك، هنكمل بعد المكالمه دي. انا مش هقول لك مين، هسيبها لك مفاجاه ونقول الو. الو ماما. صباح الفل. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا استاذه رنا؟ منورين ونور نساسه انت وندوره حبيبه قلبي. ايه البنوته القمر دي؟ دي ندوره حبيبه قلبي، هي حياتنا وروحنا كلها. هي شقيه ولا طيبه كده دايما يعني؟ ما لا بس بصراحه احن انسانه واطيب انسانه واعز انسانه في الدنيا كلها على قلوبنا وكل روح. ربنا يخليها لك، ربنا يوفقها يا رب، ربنا يوفقها. طب تقولي لها ايه النهارده؟ ها؟ تقولي لها ايه النهارده؟ اقول لها ربنا يوفقك يا رب واشوفك دايما في تفوق لاعلى الاعلى الاعلى، هي واللي زيها يا رب كده ان شاء الله. ربنا يخليكم. تقولي ايه لماما النهارده يا نادر؟ ماما انا بحبك جدا، وهي من اول الناس اللي شجعتني في حياتي، وربنا يخليك لك يا نادر. وانا بموت فيك يا روح قلبي ماما، بموت فيك يا ندورتي يا حبيبه قلبي من جوه. حبيبتي يا ماما، ومنوره الدنيا، ويا رب اشوفك في المكان الاعلى يا رب ان شاء الله، بوجودك جنبي يا ماما ان شاء الله. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي لنا واشوفك في الاعلى اعلى اعلى اعلى. حبيبتي يا ماما، في شكرا شكرا. في مداخله ثانيه. الو. طب يا نادرة بصي، انا كمان عرفت انك بتمثلي، طب بتمثلي ايه بقى؟ بمثل مثلا اللي هو كوميدي. طبعا الكوميدي ده يعني انا بحب الكوميديا قوي وبحب الهزار. طيب اختار لنا بقى دور مشهد في فيلم او لازم لازم احنا لازم بقى نشوف كل المواهب. شفنا الشعر وعرفنا الرسم وعرفنا تعزفي ايه، تمثيل بقى. اختار لنا اي مشهد ومثلي او حاجه من وحي خيالك. تمام. الجمهور بصي كده انا مش لا نكتشف المواهب النهارده. اقول ايه مثلا؟ امثل ايه؟ بتحبي مين طيب في الممثلين الكوميديا، قديم جديد؟ بحب طبعا الاستاذ عادل امام. طب يلا يلا اختاري مشهد كده صغير.
مسرحية، فيلم له قديم، فيلم جديد، أي حاجة. طب ممكن تختاري لي برضو؟ لا انتي اختاري، انتي اللي هتمثلي. مش فاكرة حاجة. طيب اختاري اختاري، انا مش عايزة اصعبها عليكي. ما هو المشكلة انا، طب ممكن اقول اي حاجة مثلا؟ اي حاجة اي حاجة اي حاجة. بس ممكن نبص بس على الشاشة عشان مثلا اقول حاجة من وحي، اي حاجة اللي هو فاكراها مثلا. تمام. حبيت ان انا امثلها مثلا بيني وبين نفسي. مثلا انا بحب، يعني بحب شخص هو سابني. تمام. ومشى بعيد وكده وانا بناديله. المهم همثلها دلوقتي. تمام. هتسيبني؟ هتسيبني وتروح لمين؟ بعد ما حبيتك؟ حبيتك وهتسيبني بعد كل ده؟ طب هتسيبني لمين؟ انا بحبك. هتسيبني اعيش لوحدي في الدنيا بعد ما عملتك انت كل حياتي؟ هتسيبني فين؟ هتمشي وتروح لفين؟ انا حبيتك، ارجعلي. حبيتك ارجعلي، انا مش قادره اعيش في الحياه دي من غيرك. انا عملتك كل حياتي. مثلا يعني ده من تأليفي حاليا. هي مش كوميديا بس ممكن نقول. لا دي مش كوميديا، دي حاجه مؤثره. انا كنت عايزه بس كوميديا. احنا شفنا نادره بالتراجيدي، بالقصايد الحزينه، عايزين حاجه فيها كوميديا. انا مش فاكره حاجه كوميديا. طيب خلاص. طيب خلاص. طب بصي، تقول لنا كمان شهر، ايه رايك؟ بلاش التمثيل، نقول كمان شهر. مثلا اقول انا بخير. اتفضل. قصيده انا بخير. ما تيجي اختصر لكم حكايتي. انا واحده هفضل اضحك مهما يحصل لي، لما بزعل بضحك، لما بتوجع بضحك، ولما بتكسر بضحك، ما بوقفش ابتسامتي. بفضل كل يوم اقول بكره احسن، بكره افرح، بكره حلمي يتحقق والحياه ما بتقفش، بكره اعيش في كل، بكره اطلع من كل ده واعيش في حياه كلها امل، مفيش فيها غير الحياه والعطاء، ولا حد ياخد فرحتك بكلمة بسيطة بس تدخل جواك تقطع في قلبك وانت برضه بتضحك ومحسسهم انك في رخاء. محدش يجي يسألني مالك في يوم، لان في الوقت ده بيبقى قلبي عايز يقول لكم قد ايه احزان الدنيا كلها في كوم، حزني في كوم، بيبقى عاوز يقول لكم انا مش بخير، انا مش زي ما انتوا فاكرين عايش على سرير من حرير، انا مش زي ما انتوا فاكرين عايش على سرير من حرير، بس في الاخر بيكتفي بجمله انا بخير. دي حاجه اختصار. تحدي. انا مريت تحدي. طيب يا نادره، بمناسبه القصيده دي اللي هي كلها تحدي واصرار، ايه اكتر الصعوبات اللي قابلتك في حياتك وانت يعني بتكافحي عشان توصلي للمجال اللي انت بتحبيه؟ انا في يعني مريت رغم صغر سني، بس مريت في حاجات، تجارب كتيره اثرت فيا، اللي هو كنت بمر بحاله وحشه في حياتي، كانت اللي هو ما كان يعني ما كانتش مشجعه ان انا اجتهد في حاجه معينه. كنت بكتب، كنت اقطع الكتابه اللي انا بكتبها وارميها، ما كنتش مشجعه، ما كنتش شايفه حد قدامي، ما كنتش شايفه حياتي ازاي، اللي هو كانت يعتبر حياتي متوقفه. فدي كانت اول عقبه في حياتي واقفه، اللي هو التجارب اللي انا مريت بيها كانت مأثرة فيا، وكانت ما كنتيش عارفة تحددي الهدف اللي انت شايفاه. ما كنتش اصلا شايفة هدف قدامي. طب كان فين ماما واختك؟ هما كلهم كانوا جنبي. لا كانوا جنبي، وكانوا كلهم ما بيسيبونيش لوحدي، اخواتي، ماما، بابا، كل اصحابي ما كانوش بيسيبوني لوحدي. بس برضو يعني رغم ان هما جنبي بيخففوا حاجة، بيخففوا من ناحيتي، من اللي جوايا حاجة معينة، بس برضو اللي جوايا حاجه مأثره فيا ومأثره في شخصيتي ومأثره في طموحاتي وفي يعني بصيتي للمستقبل وطموحاتي. طيب معانا مداخله، استاذ عبد الحميد من بورسعيد. الو. يا فندم استاذ رنا، صباح الخير. صباح الفل يا فندم، اتفضل. استاذ عبد السلام معاك يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. اهلا بك، متابع برامجك والله، دايما دايما في موهوبين جداد، في ناس يستحق ان هم يطلعوا، يستحق الشكر والله يا فندم. شكرا. ومعاكي نادره، يعني ما يرضى الله حاجه، يعني نادره فعلا حاجه، يعني تلقاء جميل. شكرا. فن جميل، انا بشكرها جدا وبحييها على
بتقدمه بتعبر عن حياة الناس، نادرا ان شاء الله هتكون مشروع كاتبة كبيرة ان شاء الله، كاتبة شاعرة كبيرة، انا متنبأة ان شاء الله بكده بما يرضى الله. وفعلا يعني بتعبر على الحياة اللي موجودة وبتعبر على الكل، وبالذات ام الشهيد يعني بتشكر ام الشهيد في رسالة برضك، يعني مهتمية بالكل فعلا والله، فانا بشكرها جدا والله، وبتمنى ان هي تخليها برضه كده في مواجهة الحياة برضك، تقدم لأحسن برضك إن شاء الله يعني. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله. إن شاء الله. تحبي تقولي حاجة؟ رنا أنا بشكرك جدا والله. أشكرك يا فندم، أشكرك. وبحيي نادرة وأشكرها جدا وبهنيها بكل قلب والله. من الناس اللي بتدعمني برضه، وأشكرك يا عبد السميع. برضك على حاجات جميلة وفي فيديوهات جميلة إن شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا شكرا. مين أول حد كان بيدعمك قوي، واقف في ظهرك قوي، وحسيتي إن هو سندك بجد يعني؟ هو ماما وبابا، ماما وبابا واخواتي، يعني دول هم. انا اصلا كانت في حالتي النفسيه كنت ما كنتش بص لحاجه، اللي هم بداوا يشجعوني، بداوا يقولي لازم تبص لحياتك، تنسي كل حاجه، ماما تيجي تقعد جنبي رغم كل حاجه بتمر فيها وحشه، كانت بتسيب كل حاجه تيجي تقعد جنبي. عشان كده القصيده بتاعت عيدك يا امي عملتها لها، وفعلا بحكي فيها عن كل حاجه هي كانت بتكتب يعني بتعملها معايا. بدأت تشجعني اخواتي ايمان وعبير، بدأوا يشجعوني، وبابا ربنا يخليهم ليا، واصحابي واهلي كلهم الحمد لله ربنا يخليهم ليا، رب هم اللي دعموني وطلعوني، ساعدوني ان انا اطلع من كل حاجه انا مريت بيها لحد ما وصلت وبدات ان انا اكتب فعلا. شجعوني، كانوا هم سندي في حياتي كلها الحمد لله. الحمد لله، ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي. طيب عايز اسالك سؤال، هو انت يعني عايزه فيما بعد تكتبي اغاني للمطربين كبار، ولا هتستوقفي طبعا ده شعر وخلاص؟ لا ده شرف ليا طبعا ان انا اكتب لكده، وان انا اخش في المجال دوت، لان انا بحب الشعر بكل حاجه فيه، يعني اذا كان اغاني او كل حاجه، انا بحب الشعر بكل تفاصيله بكل يعني عندك حاجة استعداد فيه. لو مطرب او مطربه قالوا لك جهز لنا اغنيه، دي طبعا ده يبقى الشرف ليا لان انا بحب المجال ده. تتمني تشتغلي مع مين، مطرب او مطربه؟ اديني بقى مثال. طبعا ده حلم لسه بعيد قوي، فمش عارف، الله اعلم. انا بحب اصاله جدا، بحب انغام، بحب يعني فنانين كتير قوي، وهم اصلا يعني انا لما باجي ادندن مع نفسي ما بدندنش غير ليهم. بحب فنانين كتير يعني كتير. طب والرجاله؟ الرجاله برضو بحب، بحب طبعا عبد الحليم، بحب فريد الأطرش، بحب حاليا حمائي، تامر عاشور. لازم تامر عاشور. طبعا كلنا بنحبه. طيب يا نادرة، انت حلمك ايه قدام؟ يعني تتمني تكوني ايه؟ من ضمن احلامي اللي هي من اول احلامي ان انا اكون مذيعه، وطبعا انا احب اشكر الباشمهندس وليد، وقف جنبي كتير وساندني كتير، وهو شجعني على حلم المذيعه، وطبعا احب اشكره، شكرا ليك بجد. طيب معانا مداخله من المنتج الفني للبرنامج باشمهندس وليد شعلان. الو الو، صباح الخير. صباح الفل، ازيك يا رنا؟ منوره. الحمد لله بنورك بنوتي الجميله الرقيقه شاعرة بورسعيد نادره، ازيك؟ الحمد لله. انا داخل لك مخصوص النهارده عشان افرح بيك قوي النهارده، انا بجد مبسوط بيك قوي 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 يا نادره بجد. وانا فرحانه بوجودك جنبي والله. انت جايه النهارده بورسعيد، خارجه 3:30 الصبح عشان تعليني عن حلمك وطموحك وتحقق جزء من احلامك، وانا قلت لك انا في ظهرك وراكي وان شاء الله معاك الاخر، ودي موافقه جدا 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 ان شاء الله. شكرا لدعمك ليا يا استاذ. انت قلت حالا نفسي اكون مذيعه، واوعدك في خلال اسبوع او 10 ايام من تاريخه او اسبوعين هتكوني معانا على الشاشه. الحاله الاولى ليكي كمذيعه نادره وجيه، مذيعه وشاعره وكل حاجه داخليها ان شاء الله، تحقق معانا ان شاء الله. نعم استطيع او السهم المنطلق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احب اشكرك بقى ماما اللي قاعده في البيت، واختك ايمان اللي جت معاكي لحد هنا، وباباكي واهلك اللي بيدعموكي، دي حاجه كويسه قوي. ياما ناس كتير عندها مواهب بس اهلها مش شايفينها، فكويس قوي ان باباكي ومامتك واهلك شايفينك وبيزقوكي، شابو ليهم بجد. اشكركم جدا، وان شاء الله تكوني احلى مذيعه في الدنيا واحلى شاعره في الدنيا. شكرا ليك بجد. شكرا. شكرا. شكرا باشمهندس وليد شعلان المنتج الفني للبرنامج. طب يا نادرة، ايه يعني لو يعني اول حلقة هتقدميها كنادرة بقى مذيعة، هتقدمي ايه؟
يعني قولي ممكن بقى تقدمي ايه، يعني ايه اللي انت المحتوى بتاعك؟ قولي للجمهور انت هتقدمي ايه في الحلقات بتاعتك؟ مثلا ممكن اقدم عن حاجه، الحاجات اللي هي انا شايفاها فينا كلنا، بعيدا عن الشعر، مشاكل المشاكل مثلا، ازاي تواجه حاجه، نصايح. مثلا ممكن اخش في مجال الشعر، اتكلم بقى عن اللي هو مشاكلنا وازاي نواجهها يعني بحب مجال الاذاعه. انا كنت من صغري كنت امسك كده واقف قدام المرايه، اللي هو اتعامل اكني مذيعه، وافضل امسك بقى حاجه في ايدي وافضل اقول بقى اللي هو مذيعه وكده، فده كان حلمي. عندك كاريزما يعني، حتى انتي وانتي بتلقي الشعر، لا يعني انتي مطلعه الاحساس من جواكي قوي، لا في كاريزما عندك. يعني انا برضو يعني شايفاكي مذيعه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب يا نادره. طب قولي لنا بقى شعر اي حاجه. ماشي. في شعر ابن ام الشهيد، ده قلته في ثوره 30 يوليو اللي هي فاتت ديت. حبيت اعمل في اليوم ده حاجه اللي هو عن الشهداء وعن احساس ام الشهيد ناحيه ابنها. فطبعا ربنا يرحمهم كلهم. انا بتاثر، ربنا يرحم كل شهداء الوطن يا رب. اتفضلي يا نادر. هقول حاجه بس صغيره. ماشي اتفضلي. ما تزعليش يا ام الشهيد، ما تزعليش يا ام الشهيد، ابنك في قلوبنا زي الدم في الوريد، ابنك في قلوبنا زي الدم في الوريد، وقف في الحرب وقفه القوي والشديد، لما دمه كان بيسيل بس حارب حارب وقلبه من حديد. ما تزعليش يا ام الشهيد، ابنك حارب وقلبه من حديد، فراق الضنا غالي لما للحياه يبقى فقيد، فراق الضنا غالي لما للحياه يبقى فقيد، مات بس في قلوبنا لسه حي ومكانته كل يوم في قلوبنا بتزيد، مات بس في قلوبنا لسه حي ومكانته كل يوم في قلوبنا بتزيد. ما تنسيش شهامته لما وقف وقفه راجل في الحرب وغيره، هرب من المواجهه وكانه تحول لميه من جليد، وكانه تحول لميه من جليد، هرب وعاش جبان وهيموت جبان، ومن والجبنه ايه هيستفيد؟ طب هروبه ايه هيستفيد؟ طب هروبه ايه هيستفيد؟ ابنك دخل الحرب ودخل التجنيد وهو سعيد، كان سعيد لما دخل برجله للتجنيد، لما نادوا سألوا مين مستعد يكون فدائي؟ قال أنا يا شهيد، قال أنا يا عميد، قال مين مستعد يكون فدائي؟ قال أنا يا عميد، قالوا له مستعد تكون فدائي؟ قال مستعد أموت شهيد، مستعد بكل تأكيد، حقك هيجيلك يا شهيد. نادرة برافو. طيب يا نادرة احنا خلاص كده وصلنا لنهاية الحلقة، بس انا عايزاكي توجهي رسالة اخيرة للشباب، لاصحابك، لاهلك، بس بسيطة قوي. احب بس اوجه ان كل واحد ليه حلم لازم ان هما يسعوا عشان يوصلوا له، لازم كل واحد عنده حلم يسعى ويوصل له، ما يقعدش ويقول لا حلم هيجيلي لعندي، لازم تسعى، لازم تحارب، لازم تواجه كل الصعوبات اللي تقابلك عشان توصل لحلمك. اوعى تستسلم، اي صعوبات تقابلك ما تستسلمهاش، لا دي بتكون اختبار للحياه انك يعني انك تكون مستحق ان انت توصل للحلم ده ولا لا، لازم تواجه كل الصعوبات، لازم تحارب عشان توصل لحلمك. شكرا ناديه وجيه، كنت منورانا النهارده، وبتمنى ليكي مستقبل مشرق ان شاء الله وتحققي فيه كل احلامك. انا كده خلصت الحلقه بتاعتي النهارده. قبل ما اسيبكم مع الزميله نادين النادي، هنطلع دلوقتي نشوف فاصل من قصيده من ناديه وجيه، وبعدين هتلتقوا مع الزميله نادين النادي. شكرا، باي.